بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: باب الإجارة إلى صلاة العصر. وكان الباب السابق هو باب الإجارة إلى نصف النهار، حتى يبين أن الإجارة من الممكن أن تكون على جزء من اليوم. الإجارة تكون على جزء من اليوم، ليس الحتم واللزوم أن تكون الإجارة على يوم كامل، ولكن جازت أن تكون على جزء من اليوم. فقال: الإجارة إلى نصف النهار. وكذلك ذكر في هذه الترجمة: باب الإجارة إلى صلاة العصر. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. طبعا فيها بيان لفضل هذه الأمة على الأمم السابقة، فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ذلك الثواب الجزيل إحسانا وتفضلا وإنعاما من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار، قال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، وعملت النصارى بعد ذلك من نصف النهار إلى العصر، إلى صلاة العصر، كما بينا في الرواية السابقة لهذه الرواية أنهم عملوا من منتصف أو نصف النهار إلى صلاة العصر، يبقى على جزء من الوقت، وهذا الجزء إن كان في بداية اليوم أو في منتصف اليوم أو في آخر اليوم، يبقى وعملت. قال: ثم أنتم الذين تعملون صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا أفضل من كان في زمانهم، يعني كانوا أفضل من كان في زمانهم، لكن هذه الأمة تفوق في الفضل على بني إسرائيل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولكن هذه الخيرية المعقودة لهذه الأمة بهذه القيود التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى بقيامنا بهذه الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إثم من منع أجر الأجير. قال: باب إثم من منع أجر الأجير. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. يبقى قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. يبقى إثم منع أجر الأجير. يبقى الأجير يبقى قدم هذه المنفعة التي استأجر عليها، وكان المقابل يعطى ذلك الأجر المتفق عليه، كما بينا الإجارة
يبقى على منفعة معلومة وكذلك إلى أجل معلوم وكذلك أيضا على مبلغ معلوم. يبقى إيجارة بأجره على منفعة وأجرة بتبقى معلومة وكذلك أيضا إلى أجل معلوم. فقال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. وبينا هذه الرواية، سبقت هذه الرواية. يبقى رجل حلف بعهد الله سبحانه وتعالى وأيمانات مغلظة ولكنه أخلف ذلك الأمر، يبقى نقول صدقناه في يمينه وفي قسمه ولكن هو غدر. يبقى ده إنسان نقول إذا قسم فجر وإذا عاهد غدر، يبقى عاهد وكان منه الغدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يبقى قلنا كده رجل استعبد إنسان وبالتالي باعه كعبد، هو في الحقيقة حر وأكل ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يبقى أخذ المنفعة التي استأجر من خلالها هذا الأجير ولم يعطيه أجر، ولم يعطيه أجر، كان يعني سواء كان لم يعطيه الأجر أو كان بخس ذلك الأجر. وأنا بيبقى فيه في بعض الأحيان بيتفق اتفاق ثم عندما يوفي ذلك الأجر يبقى يقتطع جانب من هذا الأجر. يبقى الإنسان ينتبه، يعني إن كان أراد أعطاء الأجر فإن كان في زيادة ولكن لا يقوم ببخس هذه الأجرة التي اتفق عليها مع ذلك الأجير. لذلك رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا، سواء أنه منع الأجر أو منع جانب من ذلك الأجر. قلنا ده أمور بتحدث، يعني أمور بتحدث بين الناس. يبقى استأجر هذا الأجير وبالتالي بعد أداء المنفعة بدأ يفاصله في مسألة الأجرة، محاولا أنه أن ينقص من هذه الأجرة المتفق عليها. فالإنسان ينتبه إلى هذه الأمور. قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. باب الإجارة من العصر إلى الليل، ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل. يبقى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما وما ما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثله ومثل ما قبلوا من هذا النور. يضرب هذا المثل وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله الإجارة من العصر إلى الليل، يبقى من آخر الليل آخر النهار، يبقى آخر اليوم. يبقى ممكن تكون الإجارة في أول اليوم، ممكن تكون في وسط اليوم، ممكن تبدأ الإجارة من آخر اليوم كما ذكر هنا الإجارة من العصر إلى الليل. وذكر ذلك المثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل. يبقى استأجر هو هؤلاء يعملون عملا إلى الليل على أجر معلوم، يبقى أجرة بتكون معلومة وكذلك المنفعة لابد أن تكون معلومة. فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا لأجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. يبقى ده اليهود بيتكلم على سنة اليهود، يبقى هم من آمن بموسى عليه السلام، آمن بموسى عليه السلام ثم بعث عيسى عليه السلام، فعلى ذلك كان لزاما عليهم أن يؤمنوا برسالة عيسى. يبقى عيسى مرسل إلى بني إسرائيل، يعني عيسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل، وبالتالي كان لزاما على بني إسرائيل أن يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام. لكن هم يبقى منهم من آمن برسالة موسى
حتى إذا بعث عيسى كان لزاما أن يؤمنوا به، ولكن منهم من كفر بعيسى عليه السلام. يبقى ده المعنى الكلام، قالوا لا حاجة لنا أجرك الذي شرطت لنا ومعنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. يبقى كفروا بالله سبحانه وتعالى، يبقى كان لابد أن هم يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام. قلنا لأن عيسى مرسل إلى بني إسرائيل، يبقى ده رسول إلى بني إسرائيل، فأبوا وتركوا. واستأجر أجرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل. يبقى شرط لهم يعني يستوفوا الأجر كاملا. فهؤلاء أيضا نصارى، يبقى من آمن برسالة عيسى كان لزاما أن يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لم يؤمنوا برسالته، يبقى كفروا، وبالتالي على ذلك يبقى أصبحوا كفارا، فلا أجر لهم، لا أجر لهم إلا النار في الآخرة إن لم يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم أكمل بقية عملكما، ما بقي من النار شيء يسير، فأبيا. يبقى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبوا وظلوا على الكفر. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. يبقى ده بيتكلم على المسلمين. واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. يبقى ضرب المثل بالمسلمين واليهود والنصارى. لو قلنا اضرب لنا مثل بهذه الأمم، يبقى اليهود عملت من البداية لغاية نصف النهار، وبالتالي يبقى على ذلك تركوا العمل وتركوا هذا الأجر وقالوا ما عملنا باطل. هنا الآن يبقى رسالة موسى عليه السلام سريعة لغاية لما يأتي عيسى عليه السلام. لما جاء عيسى عليه السلام يبقى من أدركوا من بني إسرائيل كان لزاما أن يؤمنوا برسالة عيسى عليه السلام، أن الرسالة مكملة رسالة موسى وأن عيسى عليه السلام رسول مرسل إلى بني إسرائيل. لكن منهم من آمن ومن ظل على كفره، يبقى ده هو كأنه امتنع عن العمل، وقف العمل هنا ولم يستكمل، فما عمل باطل كان باطلا. وبالتالي أيضا يبقى اشترط على نصارى يعملوا من نصف اليوم إلى آخر اليوم إلى آخر إلى الليل، فعلى ذلك يبقى عملوا حتى صلاة العصر. ونقوله بالتالي يبقى هؤلاء النصارى يبقى ظلوا على إيمانهم بعيسى عليه السلام وحتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أخذ عليهم ميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما أخذ عليهم عيسى عليه السلام، ولكنهم أبوا. يبقى أبوا وتركوا، فأصبح إيه؟ يبقى على ذلك كفروا بربهم سبحانه وتعالى. واستأجر قوما يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. يبقى أجرة كبيرة ومع توقيت العمل توقيت قليل، يعني من العصر إلى المغرب، يبقى عملوا قليلا ولكن أجروا كثيرا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتي من شاء. فذلك مثلهم مثل ما قبلوا من هذا النور. ثم ذكر باب التالي، قال باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. قال باب من استأجر أجيرا فترك أجره، يبقى الأجير ده وفى العمل ولكنه ترك الأجر ومضى، فعمل فيه المستأجر فزاد. يبقى لو المستأجر يبقى بدأ يستثمر أجرة هذا الأجير حتى زاد. أو من عمل في مال غيره فاستفضل، اللي هو قلنا بيع الفضولي، يبقى هو ده مال غيره كان وديعة عنده أو أمانة، ولكنه اتجر في ذلك المال لصالح صاحب المال، يبقى دون أن يأذن له، فده بيع الفضولي كما بينا. أو من عمل في مال غيره فاستفضل. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم
حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنا بي في طلب شيء يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين يعني فق، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قال باب: من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، يبقى يثمر هذا المال وحتى زاد المال، أو إنسان عمل في مال غيره بغير إذنه وزاد هذا المال. ذكر هذه الرواية: انطلق ثلاثة رات ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه. وبرضك يعني الرواية دي بتبين يعني منافع الصحبة الطيبة، يعني دي بتدل على منافع الصحبة الطيبة. فعلا لا تصاحب إلا مؤمنا، هتنتفع بهذه الصحبة في الدنيا والآخرة. في الآخرة كما قال لنا ربنا سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى أخلاء يومئذ هو يوم القيامة يعني، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بالإضافة أنه هو أيضا يبقى في نفع متعدي، يعني في نفع متعدي تنتفع بهذا الصديق المؤمن. كهذه القصة يبقى قصة هؤلاء، فتخيل كده، يبقى الثلاثة كل منهم كان له عمل، يعني كان له خبيئة من عمل، وهو توسل إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، وربنا سبحانه وتعالى يعني قابل ذلك العمل ففرج عنهم هذه الصخرة. قال: حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسد عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. بحيث الإنسان كده لا يبد أن يكون له خبيئة من عمل، يبقى عمل فعلا هو يشعر أنه فعلا كان مخلصا في الله سبحانه وتعالى، يعني أن العمل ده فعلا أنا كنت قاصد به فعلا وجه رب سبحانه وتعالى، يبقى خبيئة من عمل. يبقى التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. لعلنا ذكرنا قبل ذلك يعني أن الملائكة من حملة العرش ومن المقربين لما توسلون ربي سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. يتوسلون إلى ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات، توسل الله سبحانه وتعالى بالإيمان: ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. قلنا يبقى الإنسان كده يكون له خبيئة من عمل، وبالتالي عند لما يقع في مأزق أو يقع في ضيق أو في شدة أو في كرب يبقى يتوسل إلى ربي سبحانه وتعالى بهذا العمل.
الإنسان بيشعر أنه فعلا لما يكون مقبل على هذا العمل هو ده عمل خالص لله سبحانه وتعالى، يبقى كان خالصا فعلا، ما كانش بغية هذا الإنسان يعني أي شيء من حظ من حظوظ الدنيا، ولكن كان عمل ذلك العمل ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي خبيئة من عمل، لما تقع في مأزق بيقع في ضيق في بلاء في كرب، يبقى أنت تتوسل الله عز وجل بهذا العمل، يبقى ده أرجى عمل الإنسان. لذلك كان قالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بأرجى عمل فعلا يعني فعله. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يبقى كان بيحلب كده وما كانش يقدم ذلك الحليب لا لأهلي ولا لأولادي، مع أنهم كانوا صغار، يعني كانوا صغار وكانوا يعني عند قدمي في هذه القصة أنه يعني كان من شدة الجوع يعني تراهم يعني كانوا يصرخون، ومع ذلك وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، تمش حد أبدا على أبويهم. فنأبي في طلب شيء يوما فلم أرع عليهما حتى ناما، يعني عبال ما رجع كده كانوا ناما. فحلبت لهما غبقهما وجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب غبقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. احنا بينا ايضا يعني هذه الرواية مرت علينا، وان لما دعا ان الله سبحانه وتعالى يعني يفرج عنهم جزء من الصخرة يرى منها السماء، يرى منها السماء. وان في هذه قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، لكن فرج منها جزء. قلنا لنا ده كان مطلبه أساسا، فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، نرى منها السماء. ففرجت لكن لا يستطيعون الخروج. قال ففرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. هي امرأة عفيفة أساسا، هي أساسا عفيفة كان بيراودها، ولكن يعني كانت امتنعت لأنها كانت امرأة عفيفة. وقلنا القصة في آخرة تبين أنها كانت امرأة عفيفة، ولكن ألمت بها الحاجة الشديدة، حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني قحط شديد وبالتالي يعني فقر شديد. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. قالت ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي. قال فتحركت من الوقوع علي فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. يعني لما ذكرته بالله سبحانه وتعالى، خوفته بالرب سبحانه وتعالى، قام عنها وترك الدنانير. يبقى موجود يعني هذا الأمر في نفسه، ولكن طغت عليه الشهوة. يعني نقول إن الراجل لا طغت عليه الشهوة، لكن بمجرد أن هي تذكره بالله عز وجل وتخوفه الله عز وجل قام عنها وترك الدنانير، يبقى ترك ذلك لله. قلنا مع انه هو كان بيسعى كده ويعني لكي يعني يقع في هذه المعصيه وهذه الفاحشه، وبالتالي حتى انه جمع ذلك المال، يعني تخيل ان هي جمع المال ده وبالتالي قدم ذلك المال اليها. قلنا من اجل هذه النزوه وتلك الشهوه، الشهوه سيطرت عليه، يعني كانت متحكمه بذلك الانسان. فلذلك لما ذكرته بالله عز وجل، قلنا مع ان التذكير بالله عز وجل في موطن يعني نقول ذهب معه عقل ذلك الرجل لتحكم الشهوه، حتى اذا قدرت عليها، يبقى خلاص متمكن منها كما تمكن الرجل من امراته. فقالت: لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحق. قال فتحركت الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي. يبقى امراه بيحبها وخلاص متمكن منها والشهوة يعني سيطرت عليه تماما، ولكن أول ما تذكره الله عز وجل تخوفه رب سبحانه وتعالى، انظر كيف قام عنها وترك لها الدنانير. يبقى تمكن من المعصية، وبالتالي لما ترك المعصية تركها لله. فإذا ترك الإنسان المعصية لله عز وجل خوفا من ربي أو من عقوبته مع تمكنه منها، ولكنها تركها لله، فهذا عمل صالح ينقلب في حق هذا الإنسان إلى عمل صالح. لأنه ما ترك هذه المعصية مع القدرة عليها
إلا لله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه خوفا من ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى ننتبه، مع ان احنا دايما الاعمال الصالحه عندنا ان عمل صالح زي صلاه زي صيام زي كذا، لا ده لو ترك الانسان المعصيه لله عز وجل مع قدره الانسان عليها كان هذا من الاعمال الصالحه، لان من الاعمال الصالحه ترك المعصيه، من الطاعه ترك المعصيه. يبقى في الطاعه من الطاعه ترك المعصيه، نقول من الايمان ترك الشرك، من ايضا الطاعه هو ترك المعصيه. يبقى انقضى الانسان من المعصيه ثم تركها لله سبحانه وتعالى. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره غير انه لا يستطيع الخروج منها. يبقى ده عمل صالح، وعمل صالح ايه؟ مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والقصه الثالث ودي الشاهد من الترجمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجراء فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. قال فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال، حتى كثرت منه الاموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادي لي اجري. فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت اني لا استهزئ بك. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون. ودي اعمال صالحه، وبالتالي الشاهد من استاجر اجرا فترك اجره فعمل فيه المستاجر فزاد، يبقى ثمر له المال حتى زاد. او من عمل في مال غيره فاستفضل، يبقى اللي هو بيع الفضولي، يبقى عمل في ذلك المال حتى كثر ذلك المال، يبقى نقول على ذلك استاجر ذلك الاجير، وان الاجير هو يعني ذهب دون ان يوفى حقه، ولكن لما عاد كان ذلك الرجل قد استثمر له ذلك هذه الأجرة حتى وصلت إلى ما وصلت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. ذكر في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف قال ما تراه يعني إلا نفسه. قال عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف، يعني اليوم عنده مال كثير لكن في الأوقات دي كان يعني في حاجة وعوز، فكانوا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فالصحابة ممكن أن يتعلل أنه ليس عنده مال، يعني ليس عنده مال، وبالتالي يعني ليس عنده ما يتصدق به من مال، ومعذور في ذلك ليس عنده، لأن الصدقة عن ظهر غنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم في حاجة شديدة وفي فقر شديد، ومع ذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة كان يذهب وينطلق إلى السوق ويحامل على نفسه، يحامل على ظهره. يبقى زي أنت بتجيب إنسان بيحمل هذه الأشياء، يعني بتجيب الإنسان ده بيحمل الأشياء دي، هو بيحامل على ظهره، يبقى دي المنفعة التي يقدمها، فمقابل ذلك بيأخذ أجرة. فكانت الأجرة دي مش من أجل أن يطعم بها أو يشرب بها، ولكن من أجل أن يتصدق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيحمل فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف. أما اليوم اللي هو كان بيحمل على ظهره من بقى بالأمس كده لما بعد الفتوحات والغنائم يعني ازداد مال هؤلاء. قال ما تراه يعني إلا نفسه، يعني كأنه بيقول أنا كنت بحمل على ظهري عشان أتصدق، وأما اليوم فعنده من الأموال الكثيرة، قلنا كنتيجة هذه الغزوات والغنائم وتقسيم الغنائم. الشاهد من ذلك من أجر نفسه ليحمل على ظهره، يبقى دي المنفعة التي يقدمها. احنا قلنا الأجرة يبقى هي عبارة أو الإجارة عبارة عن منفعة، أنت بتنتفع
من هذا الأجير بهذه المنفعة مقابل أجرة معلومة نوفيها لذلك الأجير، إن كان بقى يحامل عضارة أو أي منفعة من هذه المنافع. منها أنه يعني كان يحامل على ظهره ويؤجر نفسه بذلك ثم يتصدق بهذا المنفع. أجرة الحمال، يبقى أجرة الحمال أنت إيه؟ يبقى إن كان حيحمل لنا مثلا يعني طوب زلط رمل مثلا للبناء أو لغير ذلك، يبقى ده بيحامل على ظهري، إنسان بيحامل على ظهري، قلنا مقابل أجرة بتعطى لذلك الإنسان إما صدق بها أو يستعمل ذلك، يبقى دي أجرة الحمال أجرة مشروعة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أجر السمسرة، قال باب أجر السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن رحمه الله بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين رحمه الله إذا قال بعه بكذا فما كان ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا، أجر السمسرة، أجر السمسرة، أجر السمسرة ده يبقى ده أجر أيضا يعني مشروع، أجر مشروع، لكن دون أن يكون هناك تدليس أو دون أن يكون هناك تغرير. والسمسرة هي عبارة عن إيه؟ بيقارب ما بين بائع ومشتري، يعني يقارب ما بين بائع ومشتري، لكن هو لا يقوم بقى بمدح السلعة لغير ذلك تغريرا بالمشتري، تغريرا بالمشتري أو تغريرا بالبائع، كأنه هو أراد خدمة ذلك المشتري فبيحاول بخس هذه السلعة للبائع. يبقى السمسار هو نقول يعني بيجمع ما بين البائع والمشتري، لكن المداولة في البيع والشراء يبقى دي تكون بين الطرفين، تكون بين الطرفين. يبقى أجرة السمسرة يبقى نقول دل البائع على المشتري، دل البائع على المشتري زي أجرة الدلالة كده، يبقى دي تبقى عبارة عن جعالة. فقال ولم يرى ابن سيرين وعطاء إبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، أي بجعالة تأخذ السمسار لم يرى بذلك بأسا، يعني مسألة السمسرة مسألة يعني مشروعة والأجر الذي يأخذه ذلك السمسار مشروع، ولكن كل ذلك بيبقى فيه ضوابط، يعني كل ذلك يبقى لابد أن يكون فيه ضوابط أساسا يعني شرعية. فيبقى هو عبارة يعرف أو يقرب البائع للمشتري، يبقى رجل عنده قطعة أرض كده وأراد أن يقوم ببيعها، يبقى هو بيبحث عن مشتري ويأتي بهذا المشتري للبائع ثم يتداول يقف على بقى السعر المطلوب، يعني وبالتالي وله جزء يعني بيتفق فيه مع البائع على سمسرة أو أجرة معينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هذه صورة أيضا من صور السمسرة، يبقى رجل عنده قطعة أرض يبقى السمسار يقول له أنت عايز في المتر كام، يبقى قد كده، يبقى خلاص ما زاد يبقى في الحالة دي هيكون هذا السمسار، يبقى هو مأذون ليه في البيع، هذول له في البيع، يبقى ده طالب في المتر مثلا مبلغ معين فده يزيد، يبقى لما تقال اشتري يبقى مأذن له في البيع، مأذن له في بيع هذه القطعة، وبالتالي جاز أن يزيد على الثمن لأنه البائع عايز ثمن معين، وبالتالي ما زاد هو لك. وقلنا لابد أن يكون فيه اتفاق، يعني لابد أن يكون فيه اتفاق، يبقى ساعات بنسب معينة، ساعات بمبلغ معين، أو أن هو دي صورة من الصور يعني أنه أنا عايز أبيع هذا الثوب أو أبيع هذه القطعة الأرض المتر بكذا، هذا ما يخصني، ما زاد ولك. فيبقى دي صورة من الصور الجائزة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد علي على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين رحمه الله إذا قال بيعه بكذا فما كان ريح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، برضك دي صورة من الصور، يبقى عايز كذا وما زاد يبقى بيني وبينك، ما زاد ولك، يبقى على ذلك كل دي صور جائزة فيها اتفاق، فيها اتفاق، مع ان هنا نقول يبقى ايه الأجرة دي كأنها مش معلومة، يعني طب هو يبقى هو عايز تمن معين، طب يبقى التمن الزيادة عن كده
ده مجهول غير معلوم، لكن دي بتبقى على سبيل الجعالة، على سبيل على الجعل كده، يبقى على سبيل الجعل. يبقى زي لما إنسان يعني قلنا يقيم جدار، لما يقيم جدار يبقى دي بتبقى جعالة، يقول الله الجدار ده أنا هأقيمه بكذا، فدي جعالة، يعني دي جعالة وإجارة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، المسلمون عند شروطهم. يبقى طالما كان الشرط ده شرط معتبر شرعا يبقى لابد من الوفاء بهذه الشهود. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. ومر علينا الكلام دهوت، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما بيرى ان هو جواز ان يبيع الحاضر الباد طالما لم يكن بأجرة، لكن الممنوع هو ان يكون له سمسارا، ان يكون له بأجرة. يعني مر علينا هذا الكلام، لا يكون له سمسارا اي لا ياخذ أجرة على ذلك، ولكن هي بتحمل يعني على الاطلاق لا يبيع حاضر الباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول حتى لو كان ايه اباك او اخاك، يعني حتى لو كان اللي انت هتبيع له هو الاب او الاخ فلا تكن له ايه يعني لا يبيع حاضر اللباد، كان بيحمل رواية على اطلاقها انك انت لا يبيع حاضر اللباد، يبقى حتى لو كان قريبا له، يبقى بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة. ثم ذكر الباب التالي، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ ذكر رواية عن مسروق رحمه الله قال حدثنا خباب بن الأرط رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا، يعني كان بيعمل حدادة، فعملت العاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيت أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. قال هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يبقى لأن دي مكة كانت لسه كانت دار حرب يعني قبل ما يدخل الإسلام، فلما دخل الإسلام أصبحت دار إسلام ولا تتحول بعد ذلك، ولا تحول. يبقى أرض الحرب هي الأرض التي لم يدخلها الإسلام. فذكر هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يبقى مكة كانت دار حرب قبل ما تكون دار إسلام، يبقى قبل فتح مكة يبقى كانت دار حرب. وخباب بن الأرط رضي الله عنه كان حدادا قينا، قينا حدادا، وكان يعمل العاص بن وائل، العاص بن وائل كان على الكفر، فليجوز في الحالة دهية؟ نعم. الفرق ما بين أن هو أن يكون أجيرا عنده، فرق أن هو يكون أجير عام يعني له صنعة ومهنة، فلا حرج أن هو يتعامل مع المشرك، لكن لو كان أجيرا خاصا لذلك المشرك قال يبقى دي صورة من صور إذلال المسلم أن يكون تحت هذا الكافر، هذا الكافر دي صورة بيمنع منها العلماء، يمنع منها العلماء، لكن الصورة أن هو يكون يعني أجير عام يبقى صنعة، صاحب صنعة، وبالتالي حياتي رجل يطلب منه هذه الصنعة، دي إيجارة أساسا، إيجارة زي ما أنت بنذهب إلى النجار إلى الحداد بطلب طلب معين فهو يوفيني ذلك الطلب، دي أجرة أساسا، يبقى ياخد أجرة على ذلك، هو بياخد أجرة، لكن هو ليس تحت ولاية هذا الكافر. فقال هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يبقى يعمل له ويعمل له، ونقول على ذلك غير لما يكون أجير تحت ولاية هذا الرجل، يبقى فيها نوع من أنواع إذلال المسلم أن يكون تحت ذلك الذمي. فخباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيت أتقاضى لمبلغ من مال، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا، يعني ما تفعل يعني ده أمر مستبعد. قال إني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنها سيكون لي ثم مال وولد فأقضيه. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا. يبقى هو ظن كده أن عطاء رب سبحانه وتعالى له في الدنيا ما كان إلا لمنزلته. قلنا ده الناس دايما بتظن ذلك، يعني بيزنوا إيه رضا الرب من سخطي
حسب ما أعطاه من الدنيا، يبقى وسع عليه المعيشة في الدنيا كده دي علامة على رضا رب سبحانه وتعالى، إن ضيق عليه في المعيشة يبقى دي علامة على سخط رب سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، هذه مسألة مغلوطة، مفهوم غلط، هذا مفهوم ربنا سبحانه وتعالى يعني يضيق على ذلك المسلم حتى يصبر، حتى يكون له الدرجات العلى عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة. ده أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فصبر على ذلك الفقر، صبر على الابتلاء، صبر على الشدة، على الضيق، يبقى ده كله بأجر أساسا، كل ذلك بأجر. غير ممكن إنسان يستدرك من ناحية الدنيا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال ومن نسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون، فيبقى نوع من أنواع الاستدراج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوسع على هذا الرجل حتى ينشغل بماله، حتى لا يكون منشغلا بمال، منشغلا بدنياه، يعني منشغلا بدنياه. دايما احنا نظرتنا كده نظره ان يعني لما يكون انسان موسع عليه في امر الدنيا يبقى دي علامه على رضا الرب سبحانه وتعالى، علامه على رضا الرب، وان كان مضيق عليه يبقى على ذلك يعني يظن ان هو ده سخط وغضب من رب سبحانه وتعالى. دي مفاهيم مغلوطه. لذلك احنا دايما بناكد ان احنا بنحتاج الى تصحيح المفاهيم، نحتاج الى تصحيح المفاهيم، نحتاج الى النظر الى مضمون اي مفهوم عشان نقف على المضمون الصحيح. وان الان انطلاقي للعمل يبقى من خلال مجموعه المفاهيم التي بيراها الانسان، يبقى من خلال المفاهيم، عشان كده نضيقه. فاما الانسان ده بيتكلم عن الانسان، يعني دي طبيعه موجوده عندنا كده. احنا نقيس الامور ازاي؟ او زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. نتكلم على الانسان، لو بيتكلم علينا احنا، كلام علي علي وعليك يعني، وانا الانسان. وقلنا حب الدنيا ده مركوز في النفوس، يعني حب المال، حب الولد، حب النساء، كل دي امور. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، يبقى دي امور مزينه عندنا. ولكن ازاي انا اصحح التوجيه واصحح المفهوم؟ فان كانت الدنيا لها معلم في نفوسنا ينبغي ان احنا نصحح المعادله، ان يكون هذا المعلم واضحا فعلا لاقبالنا على امر الاخره. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، ونجعل الدنيا خادمه للاخره، ما نجعلش الدنيا بقى انا خدام للدنيا، انا عايز الدنيا دي تكون خادمه للاخره. احنا بينا قبل ذلك ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. الصحابة صححوا المعادلة، الصحابة صححوا المعادلة، فكانت الرغبة متوجهة إلى الآخرة، متوجهة إلى الآخرة. ولذلك قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يبقى أهل الغنى ذهبوا بالأجور. ليه؟ لأنهم كل قضية يتصدقون فضول أموالهم. إحنا ما عندهم مال، إحنا ما عندناش مال، أهل شباب عنده مال، وبالتالي كل ما يشتهيه من أطعمة وأشربة وملبس ومسكن وغير ذلك هيجدوا. لا، ما بينظروش النظره دي، لا الاغنياء كانوا بيعملوا كده ولا الفقراء ينظروا الاغنياء بهذه الصوره، ولكن بينظر الى هذا الغني ان هو عنده فضل مال بيتصدق به ويجاهد مثلا بالمال، وكذلك يكون منه الحج والعمره، يبقى على ذلك يبقى ده كانت نظرتهم. فاحنا عايزين نصحح النظره فعلا. احنا الدنيا معلمة ايه؟ يعني معلم الدنيا في النفس إيه؟ لا، لازم نقدم الاخره، وان الدنيا خادم الآخرة. أنا مش خادم للدنيا، أنا ما كنتش خادم. إحنا نحب الدنيا، نحب الدنيا لما فيها من طاعات، ولأن الدرجات في الآخرة نصل إليها من خلال الدنيا. فالواحد يحب بالدنيا من أجل تلك الطاعات، وإن إحنا لا نصل للدرجات إلا من خلال الدنيا. فده كان الحال يعني. ولكن انظر بقى، يعني هذا الرجل المشرك ظنه إنه يعني لو أنا في الآخرة يبقى هنعطى المال والولد وكل ما يرغب، ظنا أن الله تعالى ما أعطاه إلا لمنزلته. يبقى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً. كلا، نقول ده مفهوم غلط، عايزين نصحح ذلك المفهوم. ثم انتقل إلى الباب التالي، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.